أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. ويسرني أن أقدم لكم هذا البرنامج الذي يختص بعد الكفاءات الأردنية المميزة والواقعية التي لا طالما البعض يغفل عنها. بداية رحبوا معي بضيفي الأكثر تميزا لهذه الحلقة، السيد جمال أبو حجلة، صاحب سوبر ماركت أبو حجلة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ستي. بداية، أنت أشهر من أن تعرف وتمثل نموذج ابن البلد الأصيل. من هو السيد جمال أبو حجلة؟ تفضل. ستي، أنا مواطن أردني. نعم. اسمي جمال أبو حجلة، خريج جامعة اليرموك فاينانس. بعد التخرج لجأت لموضوع الأسواق المالية. نعم. دخلت السوق المالي، اشتغلت فيه لفترة معينة، يعني تقدر تحكي 7-8 سنوات. ما شاء الله. بعد اللي صار بالأسواق المالية والوضع الاقتصادي اللي صار. نعم. في البلد وفي المحيط اللي بحيطنا احنا كمان، تركته ولجأت لقطاع آخر اللي هو السوبر ماركت، وإلنا 5 سنوات طبعا فاتحين هون. ما شاء الله. بنطمح انه ان شاء الله انه نفتح اكثر من فرع آخر، ولكن الوضع العام اللي قاعد بصير اتوقع انه راح تتاخر هاي الخطه. في عندك اكثر من مشاكل، البلد شويه هيك وضعها سيء جدا لاكثر من اسباب. نعم. اسباب اقتصاديه، اسباب سياسيه، خلينا احنا من القطاع السياسي، خلينا نحكي بالاقتصادي. يعني احنا بالاخر بنشتغل عادين للدوله. صحيح. احنا قاعدين بنشتغل للدولة، قاعدين بس يعني ارباح ما عندنا. نعم. وانا بحكي يعني عن نسبة كبيرة من اللي بيشتغلوا في نفس مجالي. ما في، اخر الشهر بتجيك فاتورة كهرباء، بتجيك مي، موظفين، ضمان، ضريبة. بدناش نلجأ لموضوع الرشوات اللي قاعدة بتصير برضو عندنا هون، بس هذا برضو مصروف عبء علينا. صحيح. جميل. يعني نتحدث عن هذه السوبر ماركت، متى تم تأسيسها؟ ما فكرة إنشاؤها؟ حكيت لك، بعد ما طلعت من السوق المالي لجأت لقطاع آخر، قلت خليني أدخل في موضوع السوبر ماركت أو البزنس الخاص هذا اللي بيحكوا. مشت الأمور معنا في البداية، ولكن إلها سنتين، يعني بنقدر نحكي من شهر 10 2016 كثير دروب قاعد بصير بالسوق بالنسبة للمشتريات يعني، والمبيعات والمصاريف مصاريف كتير عالية على ال. صحيح. بتمنى لك كل التوفيق ومن زايد لزايد. نتحدث عن آلية العمل والخدمات اللي بتقدموها في هذه السوبر ماركت. احنا سوبر ماركت حالنا حال اي سوبر ماركت تاني. نعم. سوبر ماركت كل المشتريات اللي ممكن يعتازها المواطن البسيط العادي. طبعا احنا ما بنقدر انه نضاهي المولات والشغلات هاي. صحيح. ولكن احنا بنخدم الاحياء القريبة اللي قلنا، يعني السكاكر، المجمدات، الشبس، المنظفات، الدخان، يعني هاي الأمور. الأسعار تناسب الجميع؟ يعني احنا بنرجع بنحكي لك ما بنقدر انه نواكب اللي قاعد بصير مع المولات وضرب الأسعار، ويعني احيانا بتلاقي الشغلة احنا بنشتريها من الشركات ب5 دنانير بتلاقيها بالمول ب4، وهي سعرها علينا من الشركة ب5. فهاي مشكلة بتواجهنا برضو. جميل. هل هنالك مشاكل او معوقات تواجهكم من دوائر رسميه او جهات اخرى؟ لا، بس السياسه اللي عندنا هون هي اللي بتضغط علينا. يعني انا ليش اجي ادفع اخر الشهر 1700 دينار انا مثلا كهرباء؟ نعم. طب انا كيف بدي اطلعهم من ورا الشبس والشوكولاته وادفع للكهرباء بس 1700 دينار؟ يعني انا من وين؟ معناته انا بدي ارفع. وطبعا الزبون لما يدخل ويلاقي مثلا علبة العصير أو علبة البيبسي مش باردة ما برضى يأخذها، فبدي أضطر أشغل ثلاجات. نعم. هاي المشكلة موجودة. نعم. إن شاء الله تكون مشكلتك وصلت للجهات. هي مش مشكلتي، هي مشكلة يعني أنا بديش أحكي عن الكل، ولكن أنا بحكي عن نسبة كبيرة بتتواجه في هذا الموضوع أو بتواجههم هاي القصة. جميل. نتحدث عن طموحاتك المستقبلية، الرؤية المستقبلية. والله الرؤية المستقبلية زي ما حكيت لك، الفترة هاي اللي بيضل وضعه زي ما هو هو ربحان، يعني اللي بيضل زي ما هو هو ربحان. بدناش يكبر بس بدناش ينزل. في كتير سوبر ماركتات في عمان معروضة للبيع، كتير سوبر ماركتات في عمان. صحيح. معروضة للبيع بسبب المصروف.
المصروف العالي اللي موجود عند السوبر ماركت. غلاء المعيشة أدت إلى ذلك؟ لا، هذا غلاء المعيشة موضوع تاني. هذا إحنا بنحكي كمصروف، يعني المصروف اللي أنا بدي أجي آخر الشهر أدفعه يطلع من تكلفة حبة السنيكرز والعصير والبيبسي والموظفين، ضمان، ضريبة، تكاليف باهظت الثمن. طبعاً طبعاً تأكيد. إن شاء الله يا رب كل طموحاتك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. رسالة من حضرتك لجيل الشباب كونك أنت أحد فرسان التغيير. والله ما في مجال إحنا عنا قدامنا إلا إنه نخاطر وندخل بالرسك، نفتح حتى لو وقعنا منرد منوقف مرة تانية، وإن شاء الله إحنا على الأقل على الأقل إحنا منحافظ على موضوع الأمان الموجود اللي عندنا. يعني إحنا منفتح 24 ساعة. نعم. أنا إلي هون 5 أو 6 سنوات الحمد لله ما واجهتني أي مشكلة، بالليل بالنهار ما في عنا أي مشكلة. على نعمة لا من الأمان، يعني هاي هي اللي إحنا قاعدين منراهن عليها حاليا. جميل. هي الوحيدة اللي ظلت لنا. أكيد هي الركيزة الأساسية. الله يخلينا جلال سيدنا. طبعاً طبعاً الله يخلينا جلال سيدنا. ونتمنى السلام لجميع الدول العربية. لو حالفك الحاج والتقيت بجلالة سيدنا ماذا ستقول له؟ جلالة سيدنا هو الراعي الأول لموضوع خلينا نحكي الفساد اللي قاعد بصير في البلد، الراعي الأول لمضاهاته، الراعي الأول لكسره، الراعي الأول لمحيه كامل من عنا. صحيح. إن شاء الله إنه هذا الحكي إنه يصير إن شاء الله. أكيد بالنهاية بشرفني وبشرف كل مواطن أردني بأن يلتقي بجلالة سيدنا إن شاء الله. قبل ختام حلقتنا نعرف السادة المشاهدين بموقع سوبر ماركت وطرق التواصل. يا ستي إحنا سوبر ماركت أبو حجلة متواجدين في شارع البلدية منطقة الجبيهة، بسموه شارع البلدية أو طلوع البلدية بجانب الجامعة الأردنية، وأهلا وسهلا بالضيوف أي وقت. طرق أرقام الهواتف تظهر على الشاشة عند زميلنا ضياء بدران مدير التسويق. في نهاية حلقتي لهذا اليوم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسيد جمال أبو حجلي على هذا اللقاء والاستقبال الرائع. شكرا لك ونورتنا عبر قناة. شكرا لك. شكرا لك ستي. شكرا لك. حبيته.